أصبحت التكنولوجيا المصدر الأول لتلقي المعلومات، ولهذا الأمر حسنات مثل الحصول الفوري على الأخبار والاطلاع المستمر على ما يجري في المجتمع في غضون ثوان. ونظرا لأهمية الاتصال في كل الحضارات، فإن طريقة هذا الاتصال لابد من التكثيف مع أساليب عيش الشعوب. لم يعد خافيا ما تواجهه الصحافة الورقية في الكثير من دول العالم من تحديات وصلت إلى درجة توقف بعضها على الصدور والاكتفاء بالنسخة الإلكترونية. وإذا كانت الصحافة الورقية واجهت من قبل تحديات ظرفية كثيرة، فإن الأمر هذه المرة متعلق بوجودها واستمرارها، خاصة في ظل توفر البديل الإلكتروني. هذا البديل الذي لم يعد قاصرا على الصحافة بمعناها التقليدي حتى الإلكتروني منها، وأنها باتت هناك مواقع إخبارية تقدم خدمات أسرع حتى من الصحافة الورقية والإلكترونية. كما أنه لا يمكن إغفال ما تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من كل علامات الاستفهام التي توضع على محتوياتها من حيث المصداقية ومراعاة الاعتبارات الأخلاقية والخصوصية وغيرها من الأمور. الصحافة العراقية ليست بعيدة عن ثنائية الورقية والإلكترونية، خاصة في ظل المستوى العالي من انتشار التقنيات الحديثة واستخداماتها وتطبيقاتها، ما ينعكس على سلوكيات القارئ. وما إذا كان سيستمر في الانحياز لقراءة صحيفة الورقية أم إنه سيرحل إلى الفضاء الإلكتروني؟ ماذا أضافت الصحافة الرقمية حتى تتفوق على الصحافة الورقية؟ وهل صحيح إن الصحف الورقية في طريقها إلى الزوال؟